جايزة غالية وكبيرة، وأعتقد السعادة بس مش بتغمر سيادتك فقط، لكن أكيد كل أهالينا في بورسعيد لما بيحس إن القائم على المنظومة عنده بيقدر وبيكرم نتيجة مجهودات الكل الحقيقة شايفها على الأرض، سواء مجهودات على المستوى الشخصي أو حتى على المستوى القومي أو العام. وطبعا الشغل طبعا بيتم على المستويين بالتوازي. إزاي فندم حضرتك استقبلت مبدئيا خبر الجايزة، وإزاي كانت الكواليس؟ لو حضرتك بس تقول لنا على التفاصيل من خلال معلوماتك العامة عنها. وانا بس احب اقول لحضرتك ان الجائزه ديت مش الجائزه اللي محافظه بورسعيد، الجائزه ديت جائزه لمصر والدوله المصريه عشان خاطر الانجازات اللي تمت على ارض بورسعيد خلال السنوات السابقه كان انجازات دوله وانجازات حكومه، ودي طبعا اللي يمكن تتاتى كده الا بتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان بيتابع كل كبيره وصغيره على ارض محافظه بورسعيد. ليه؟ كان حجم التحديات في المحافظه كبيره جدا، وحجم الأعمال التنموية ومشروعات القومية العملاقة اللي كانت بدأت من محافظة بورسعيد كانت مشروعات عظيمة جدا أدت، وحاليا دلوقتي بنجني ثمارها. أنا تقديري الشخصي أن من أهم هذه الإنجازات العظيمة اللي تم تنفيذها اللي هو مشروعات تنمية محور قناة السويس اللي كان على أرض بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد أكبر ميناء محوري في الشرق الأوسط، أكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 63 كيلومتر مربع، أكبر منطقة لوجستية، ده بالإضافة أكبر مزرعة مزارع سمكية أرضية على مستوى العالم، دي تمت في شرق بورسعيد. كل هذه الإنجازات العظيمة دي دعمت ملف محافظة بورسعيد، ده بالإضافة إن محافظة بورسعيد بتتميز بموقع متميز على البحر المتوسط وعلى قناة السويس وعلى بحيرة المنزلة، وتم تنفيذ فيها مجموعة أنفاق العملاقة اللي بتربط ما بين قارة آسيا بقارة أفريقيا. اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مشرفنا وكان افتتح هذه المشروعات القوميه العملاقه. ده بالاضافه كل ده بيتم في كان تم في شرق بورسعيد. طب في غرب بورسعيد برضو المشروع القومي العملاق اللي تم افتتاحه في 2017 كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق بدء مرور الغاز الطبيعي من اكثر من 3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي من حقل زهر بيتضخ في الشبكه القوميه للغاز الطبيعي لمصر. حقق الاتفاق الذاتي ده بالاضافه ان بنصدر الباقي منه. ده بالاضافه برضو المشروعات الصناعيه العملاقه اللي موجوده في جنوب بورسعيد. محافظه بورسعيد بتتميز عندها هي منطقه صناعيه بتضاهي المناطق الصناعيه الموجوده في العالم كله وعلى البحر المتوسط. يكفينا فخرا ان المنطقه الصناعيه بجنوب بورسعيد بتصدر اكثر من 43% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزه. ده رقم كبير. مجموعة المصانع اللي سيادة الرئيس وجه بتملكها للشباب 58 مصنع ومجمع 54 مصنع من اجمالي 118 مصنع، الخمس مصانع العملاقه اللي تم تنفيذها في اقل من 3 سنين، سواء مصنع اطار كوتش السيارات ولا مصنع التغليف وتصنيع الاسماك او مصنع الاواني الطهي اللي بيصدر دلوقتي للدول اوروبا او مصنع اللمض الموفره، كل هذه المشروعات العملاقه دعمت من ملف محافظه بورسعيد ان هي تاخد هذه الجائزه. نعم. اذا يا فندم كده احنا عرفنا ربما بعض الخلفيات اللي من خلالها كان الانطلاق نحو هذه الجائزه. عايز اعرف من سيادتك كيف يتم التقديم لهذه الجائزه؟ وايه هي المعايير اللي لابد ان تتوفر في الشخص اللي هو بينال هذه الجائزه؟ وازاي ممكن بعد كده يكون هناك متابعه من اداره الجائزه على فكره الاستمراريه من خلال الاشخاص المكرمين؟ هو طبعا لا يمكن ان احنا نقدر نقدم في هذه الجائزه الا من خلال مشروعات قوميه عملاقه واعمال تنمويه تمت في محافظه بورسعيد. طب ايه اللي ساعدنا ان احنا نقدم الملف ده؟ اللي ساعدنا الدوله المصريه بتكامل كل الوزارات والحكومه المصريه ان احنا نطبق، وكان عندنا تحدي كبير جدا في محافظه بورسعيد اللي هو تحدي تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل. منظومه التامين الصحي الشامل عشان تطبق لازم يشارك فيها كل الوزارات المعنيه، وزاره التنميه المحليه، وزاره الصحه، وزاره الاتصالات، وزاره الانتاج الحربي، وزاره الماليه، كل بمتابعه مستمره من دور رئيس الوزراء، بالاضافه توجيهات مستمره ومتابعه يوميه من فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي. المشروع ده طلع للنور، والحمد لله احنا يوم 26 الشهر ده كنا بنحتفل بمرور عام على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بتمس كل مواطن على أرض مصر وخصوصا في محافظة بورسعيد.
منظومه التامين الصحي الشامل بتمس كل بيت في مصر، وكان حلم من احلام كل المصريين ان احنا نفسنا يطبق عندنا منظومه التامين الصحي الشامل زي الدول المتقدمه الموجوده. الحمد لله هذه المنظومه نجحت وبتطبق، وفي نفس الوقت يعني تم تنفيذ اكثر من 40 الف عمليه خلال عام، بالاضافه ان احنا في محافظه بورسعيد ما عندناش قوائم انتظار، ده بالاضافه للمبادرات اللي موجوده اللي في قامت الاداره تحسيس اطلاقها مبادره ال 100 مليون صحه.